السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسوفت. فيديو جديد في بداية القناة. إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الخاص بدورة عمل قاعدة بيانات لاعبين ريال مدريد بلغة سي بلس بلس. إن شاء الله النهاردة هناخد دلة الإنسيرت، هندخل لاعبين جدد للقاعدة البيانات بتاعتنا. حاجة سهلة جدا يا جماعة، ما فيهاش أي حاجة. أولا هنعمل فويد، هنعمل دالة جديدة اسمها insert data، هنعمل فيها المتغيرات دي كلها. دي متغير الام والاي دي اندرسكور انبوت والاي دي والنيم والستيت والايدج والانكر. هفهمكم دلوقتي الام ده لان احنا ايه خط العمل او خط السير بتاعنا، ان احنا نطلب اي دي من المستخدم بتاعنا، واخد بالك، اللي هو يدخله طبعا عشان يدخل اللاعب جديد. والله لو الاي دي ده مش موجود في قاعده البيانات الاصليه هيدخله عادي، يدخل النيم بعد كده الاستيت بعد كده الايدج. والله لو موجود في قاعده البيانات طبعا مش مسموح له ان هو يدخلها، فاحنا هنعمل ايه؟ هنطلب منه اي دي تاني، وبنعمل حلقه دو كده. فاحنا بنحتاج ان احنا عشان نجيب البيانات من قاعده البيانات بتاعتنا عشان نقارنها بين الاي دي اللي هو دخله الاي دي القديم، بنعلم عن المتغيرات الاعتياديه بتاعتنا النيم والستيت والايدج والاي دي اندرسكور انبوت. طبعا احنا اللي احنا هنقول له بيه ان هيدخل بيه الاي دي الجديد بتاع الاكونت الجديد. وانكر فولس ده هنقارن لو اللي هو لقاه لو لقى الاي دي في الداتابيس او لا. هنعمل سيستم سيل اس، نفتح حلقه دو، بعد كده نقول له انتر نيو اكونت. يفضل ناخدها كده بره عشان ما يقعدش يكررها. كنترول اكس كنترول بي دو، هيدخل الاي دي بتاعنا. بعد كده نفتح قاعده البيانات بتاعتنا، هنفتحها بصيغه اي ان. ان احنا هناخد منها حاجات، نجيب البيانات من المستخدم بتاعتنا من القاعده البيانات بتاعتنا عفوا. طبعا قبلها بنقول لو انت طالما انت ما وصلتش لنهايه البرنامج الجمله الاعتياديه بتاعتنا اللي هو عشان نفتح بيها البرامج بتاعتنا، عشان نفتح بيها قاعده البيانات بتاعتنا. هنقارن بين الاستي ار سي ام بي، هنقارن بين الاي دي والاي دي اندرسكور بوت. والله لو هما بيساووا بعض، انكر بتساوي ترو، هنخلي الانكر بتاعتها بترو. يعني انت لقيتها، يعني لقيتها خليها بترو، ما لقيتهاش خليها فولس. وبعد كده عامل بريك من القاعده من الحلقه التكراريه ما تكررهاش. هتنسى، هتلاقي لو الانكر بتساوي ترو هنقول والله الاي دي موجود فعلا، فانت مش هتقدر ان انت تدخل اي دي تاني. بعد كده بنعمل داتا دوت كلوز وهنقول وايل بينما الانكر بتساوي ترو، يعني طالما هي ترو ارجع تاني وكرر الحلقه التكراريه، وهيفتح هيفتح قاعده البيانات من جديد ويطلب من الاي دي ويعمل نفس اللي احنا عملناه ده. والله لو ايلس لو غير ذلك هيقل خلي الانكر بفولس زي ما انتم شايفين يا جماعه. طبعا هو يلف، هيقعد يلف 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 عادي، ان هو هيدخل فولس فولس فولس. لو لقى في اللفه بتاعته دي ترو هيعمل بريك، بعد كده نفس الحوار اللي احنا قلناه. بعد ما يخلص الهوال طبعا احنا ايه دخل اي دي مش موجود في كارت البيانات، بنفتح الداتا تاني بتاعتنا. بنفتحها بصيغه اوت اللي احنا هنخرج لها بيانات، بعد كده نفتحها بصيغه اب. يعني ايه اب؟ ان احنا هنحافظ على كل المدخلات اللي جوه الداتا بيس بتاعتنا. بمعنى يعني اي حاجه هندخلها الداتا بيس ما تمسحش جوه الداتا بيس، لا خليها واحنا هنضيف لها حاجه. طبعا الاعتيادي بتاع الاف ستريم ان هو بيمسح، طالما انت هتدخل حاجه بيمسح كله بعد كده بيدخل. لا، اي او اس اب بتخلي كل حاجه زي ما هي بعد كده بتضيف لها. طبعا هنطلب منه النيم، مش هنطلب منه الاي دي اللي احنا طلبناه منه فوق. بعد كده اللي هو الاي دي اندرسكور انبوت، بنطلب منه النيم، بعد كده بندخل اجنور، بعد كده ستيت اجنور. ممكن تخلي ستيت مش اجنور عادي، تخليها بالسنه الاعتياديه، بس احنا لازم تخلي النيم بالاجنور عشان تحافظ على المسافات وكده. والايدج نفس الامر. بعد كده ايه، بندخل الاي دي بالامر ده زي ما احنا عملنا في المره اللي فاتت، مش جيت لاين، بندخل زي ما انت بتعمل كده ايه، كانها سي اوت. سي اوت دي اصلا مكتبه، فانت بتدخل بيانات للسي اوت دي وبعد كده بتطبعها لك على السي ام دي. بنعمل بالبتاع دي كده، بندخل لها الحرف بتاعنا، بندخل لها الاي دي انبوت، بعد كده الحرف ده، بعد كده النيم، بعد كده الالي اللي هو الفصل بين البيانات بتاعتنا والستيت والايدج، بعد كده بيعمل اند لاين، بعد كده بيقفل القاعده بتاعتنا، بعد كده بيعمل سيستم بوز. طبعا تحت هنعملها ايه بعد ما يخلص الداله دي، بيعمل شو اللي جوه الداتابيس بتاعتنا. عملنا رن مومو 13/12/2001، هيطلب منها انتر نيو اكونت. مثلا لو احنا جينا ايه نفتح القاعدة البيانات بتاعتنا، فيها مثلا ايه 10 ميسي، لو دخلنا كده رقم 10 اي دي از اوريدي اكزيست، هيطلب منها اي دي تاني. لو مثلا الاي دي مش موجود، قول مثلا هندخل 25 مثلا 25
بيطلب مننا نيم خلاص هو لا لان الاي دي اللي احنا دخلناه مش موجود في قاعده البيانات بتاعتنا. هندخل مثلا نقول شيكو مثلا، شيكو مثلا مسطره، قول ادهم مثلا. بعد كده بندخل السنتر بتاعنا مثلا، نقول مثلا جول حارس مرمى. بعد كده الايدج بتاعتنا مثلا نقول 25 سنة. بريس ان كي تو كونتينيو. نطلع فوق هنلاقي شيكو ادهم ضاف لنا شيكو ادهم في الجولز بتاعتنا. بس هو ده كان الجزء بتاع الانسيرت يا جماعه، ويا ريت يكون الفيديو عجبك، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجب الفيديو دوس لايك، لو ما عجبش حط اللايك. قول لنا ما عجبكش ليه. لو اي حاجه انت عايزها في الموضوع ده يا ريت تكتبها لي في التعليقات تحت، ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.